قبل ما اتكلم بقى على ده برضو مش هعدي ده، مش هعدي اللي انا بقوله لحضراتكم. انا قلت في الاول في عتاب للسادة المؤيدين المجموعة دي ومؤيدين المجموعة دي، احنا اهلي، احنا الاهلي، ندي امثلة هل ما للناس كلها، احنا مش نادي تاني، احنا النادي الاهلي، الناس كلها تتلم والناس كلها تعرف دورها جوه النادي الاهلي. ومن هنا برضو دلوقتي بسمع رغي كتير، انا مش من نوع على فكره ولا بفهم في الفيسبوك دوت ولا عمري دخلت فيه ولا والسوشيال، انا ما بعرفش الحاجات دي، انا ما بعرفهاش وما بحبهاش، ولكن سمعت اللي برضو رغي كتير وعلاقه تركي بالاهلي وبالخطيب والكلام الخايب ده، ده كلام خايب. ليه؟ النادي الاهلي باللي انا قلته ده كله، المنظومه دي والتاريخ ده كله كويس، منظومه مؤسسيه، لا احد يعني مع احترامي الكامل لتركي او غير تركي او اي واحد مستثمر ان يخترق هذه المنظومه، لا احد يقدر يستطيع، ولن نسمح لاحد، على العين والراس كمستثمر وعلى العين والراس كمحب، ولكن لحدود النادي الاهلي، وهو الراجل ما تعداش حقوقه، حدوده الحقيقه كان بيجي يكلمني انا عايز اعمل، انا عايز اكافئ اللعيبه، انا مش لا دي دلوقتي دي استنى شويه لازم ياخد رايي. فهنا خدوا بالكم اللي بيحاول ان هو يعني يبوظ هذه العلاقه احنا مش هنسمح له، لكن اللي باكد عليه النادي الاهلي منظومه لا تخترق، ولن نسمح لاحد ان يخترق النادي الاهلي تحت اي ظروف.